ايه فينك يا عم الفس بروسلي؟ الف 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 مبروك يا ريس. ايه كرن المحامي عملها الواد زبق. ايوه يا استاذ احنا قليلين كده بقى تقدر تترافع قدام التخيل ما يقدرش يقول لك بم. لا 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 اللي طبعا ده يطلع في الازمات يعني ده مثلا يبقى كرنيه مثلا يطلع في لجنه في كمين كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبض على الناس في البيوت كده مش اي حاجه يعني بس فيها حاجه الصوره برضك فيها صورتك وريني وشك كده اه ده الوش اللي بتجيب بالخضار ما طبعا صورتي انت قصدك ايه طيب فيها حاجه كده حاجه محترمه فيها احترام ايوه فخر ووكر كده وكر ايه يا صوره رئيس عصابه اي حيوان انت بتتريق على لا مهابه ايه مهابه ايه حاجة؟ ايه حاجة انت شايف ايه؟ ده هو ده؟ اه ده انا هو ده ده هو ده؟ ايوه يا حاجة ايه شايف في منديل بقويا هنا وانا اقرع انا عاوزك تحضر الجلسة مع ولدي المحامي بتاعه عمل حادثة وجاي الجلسة باقي عليها ربع ساعة اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب خلاص ايوه بس لا 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 لازم اشوف القضية كده واعرف التفاصيل والتيتيلز بتقول ايه؟ التفاصيل والتيتلز هو هيتكلم جوا لا انسى انسى يا استاذ ما تقف كده قدام الارض وتترافع ما تخافش ما تخافش من حد وطلع الكرنيه قدام التخين انت محامي الله يعليك انت محامي انت ما عارفش انك محامي انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر واد الطربوشه اهو طربوشه اهو على اساس ان انا راح اترافع عن محمد طه امسك امسك ولدي حيضيع مني عين عليك يا ولدي قلبي اتحرق عليك يا ولدي قول لي بقى تفاصيل القضية ايه عركة عادية بين عيلتين ولدي حيروح في داهية ولدي حيروح في داهية ولدي تفاصيل ايه بقى يا حاج ولدي لا له في الدور ولا في الطحين تفاصيل ايه يا حاج ولدي لا له في الدور ولا في الطحين ولدي حيروح مني القرار اخر جلسه ابنك اسمه ايه يا حاج عبد الصمد وهدان حلقوله اسم عبد الصمد وهدان حلقوله زيرو زيرو ده الاسم بالكامل ما علينا طيب هو تهمته ايه بقى قتل ايه ده احنا ما اتفقناش على كده اتفقنا على ايه ما اتفقناش على قتل أنا ما اتفقناش على كده عاد أنت كنت تعمل لي مفاجأة يا ماما أبوس يدك أبوس يدك ما تفضحنيش حينادم عليك نادي على اللي بعده عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل أبو حديدة يا حاج إحنا ما اتفقناش على كده أبوس يدك عبد الصمد وهدان حلقوله طب وقتلوا إزاي؟ يا رب سكينة شاب ضرب في السكينة في حنكه أيوه حاضر أهو شرن بقه؟ يعني ايه شرن بقه دي؟ جون حنجل حلبوله قتل حنجل حلبوله فلق حنجل؟ قتل حنجل قتل حنجل في ايه يا استاذ؟ سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس حضرات السادة المستشارين عم احمد الحاجب ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسية يا استاذ طعنة ناهية يا استاذ طعنة بالية يا استاذ انت مش فاهم حاجه ولا ايه امال ايه عرقبه ولا ايه يا استاذ انت مش قاري ملف القضيه ليه موكلك هو اللي طعن حنجل لا والله هو اللي طعن حنجل هو اللي غزو انك اللي غزو انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج انت بتعملت فيه جاء فيه ليه سيد الرئيس ان طعنة موكلي لحنجل كانت طعنة رقيقة كانت طعنة في الهدوء طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟ سيد الرئيس هل تسمح لي هيئة المحكمة الموقرة ان بسؤال على مقربة من المناصرة؟ تعال ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا هو بس الحقيقة أنا مش محامي نعم يا أخويا لا مش قصدي سعادتك أنا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي أنا
لان المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فاوتوبيس خبطه فالمحامي اتطبق والاوتوبيس مش لاقينه. اتطبق ايه انت عايز ايه بالظبط؟ ابوس ايدك. شجع الشباب شجع الشباب المنطقه كلها عندي مستنيه شربات وهتفرق اول مرافعه ليا. شربات ايه يا استاذ؟ قول لي طلباتك. طلبك ايه؟ هكون عايز اسكبريسو، عايز تقيل. ايه؟ تقيل. تقيل؟ اه. خلاص يا اخويا تأجل القضيه اتفضل. وحياه المصحف والله. بقول لك اتفضل يا استاذ تأجل القضيه. والله هتقولها يعني انت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا استاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمعلم كلكم سعادتكم. تؤجل القضيه لجلسه 9/9. مبروك يا حاج، القضيه اتأجلت للساعه 9. يا لهوي 5000 جنيه لفي معقوله؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي انت هتبقى محامي؟ ده انت يعني انت المدرسه؟ لا يا اخويا مالكش دعوه بيا، انا حيالله بدرس لابن ام عبوسه فتحيه واكلاهم ثانيه صدره يعني ناس غلاب، انما انت كده بتلعب مع الحكومه يا لمي. طب واللي يقول لك النهارده بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي؟ يا راجل والله اقول لك على حاجه. ها اما اتهم في قلب القفص فضل يتنطط من فرحه ويزعق لحد ما رموا له السوداني. يا شيخ انت هتمزح عليا يا لمبي ولا ايه؟ قول كلام غير ده. طب اقول لك على الكبيره بقى، وانا واقف المرافعه كده وبقول كده بروح لامح بعيني كده، شفت سيادة المستشار والدمعه بتفر من عينيه. يا لهوي والله عيط القاضي عيط. يا بنت بقول لك المستشار قاضي ايه انت؟ يو ما القاضي هو المستشار يا راجل. لا ده هو المستشار. يا لهوي لا والله هو ده هم الاثنين واحد. ايوه وطلع بمنظرين ولا ايه؟ يا نهار اسود عليا. يا بنت فهمي واضح ان انت معلوماتك في القانون ضيقه. اه سيادة القاضي هو اللي بيبقى في النص، انما المستشار بيبقى هو اللي بيقعد يعيط. ايه؟ اه امال ايه؟ يا راجل انت لخبطتني معلوماتي. اهم حاجه يعني هتمشي معانا لبي ولا ايه؟ اطمني يا بت اطمني قوي. اقول لك على المفاجاه الكبيره بقى. اقول لك على المفاجاه الكبيره، لازم في كمان 5000 جنيه جايين زيهم. اول مصحف و5000 جنيه بس بقى التانيين كلهم تلتينات. طب بص بقى يا حبيبي. انا عارف انا الدلع ده بتاع الحريم لما تشوف الفلوس وتروح تعمل اللي هي مش عايز كده. عشان خاطر اختي مرفت وجوزها محي عازمين على الفيلا الجديده النهارده. لحظه واحده استنى النبي، هات النضاره دي ما تبوظيش اللحظه السعيده. قولي بقى. انا كده مش هشوف يا ست من جنبك، هو ما فيش بيني وبينك ملم. طيب ها اختي مرفت وجوزها محي عازمين على الفيلا الجديده النهارده. نفسي بقى نروح بلبس عليه القيمه. بس كده يعني هتشيكني؟ هتشيكك ورقصك كمان يا بنت. سكر غالي وين حلو ايه؟ سكر غالي وين حلو ايه؟ انا بنت عروكة بسكر غالي وين حلو ايه؟ سكر غالي بس ايه؟ البرتقال. المرتقان لم علينا عبيدك يا رب. روح عند الفضح ده. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ايه يا سيدي المعلمين؟ ازيك يا استاذ؟ عايزين بقى حاجه كده يعني نفتخر بيها قدام الخل. تحت امر حضرتك، عندك كل حاجه عندك رجالي وحريمي. وادي البروفه الرجال ايه؟ خش قيس. وادي البروفه خلي الانسه تخش تقيس جوه. خلي الايه؟ الانسه تخش تقيس جوه. على اساس ان انا واقف قدامك شفاف. في ايه يا استاذ؟ انا غلطت فين دروستم يعني؟ في ايه؟ الله 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 يا عم انا كلمتك انت عايز تخنق ليه طيب؟ الله طب مال امك انت اللي بتدرس؟ بره 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 لم علينا عبيدك يا رب.
وفي ايه؟ عارفة؟ الله الله الله، الناس راحت فين يا بوب؟ انا مش عارف، الناس دي كانت كرافيك ولا ايه؟ يا نهوي ايه؟ الفلوس الشيخة خطرتين، فكرت البتاع ملغم ولا حاجة. ما تخافيش يا بنت، الفلوس النهوف فقال بتجيب جوزك سبع خفتي يكونوا السنة واخر امي. لا السبع منين اهو في جيبي اهو. بس والله وبرضك لازم نروح في الشياكة عند محي ومرفت وبين نكمل شوبنج. انت انك نروح الموسكي كلاس اكتر. اه طبعا والله عندك حق، المرة الجاية نروح الموسكي. يلا هو ده الكلاس فعلا. لما علينا عبيدك.